انا يا خويا الجلالي 180 180 الف فرنك 1800 درهم عند مصطفى بمولاريس كما قلنا غادي تلقاو النمره ديالو ديال التليفون على الفيديو 380 هذا 380 380 الف فرنك 3800 درهم ريح ترانكي ريح ترانكي خسر ندير الدور يجينها مصطفى عنده حتى الحولي الصغير ها هو ميزان الصرندي فيه الميزان من... اي اي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد عام بالتمام والكمام رجعنا عند خونا مصطفى الوجدي سي مصطفى تحية كلشي مزيان صحابي خير تذكير فقط العام اللي فات صورنا عنده وكتب شرينا عليه الحولي سي مصطفى شنو كاين في الجديد اخويا مصطفى؟ هو كان الثمن كي داير الثمن العام الثمن زايده واحد العام اللي فات واحد 30 40 50 على حسب زايده شويه ياك حتى 70000 فرنك زايده حتى 70000 فرنك شوف معليش شوف شوف شنو كيقول هذاك مصطفى العام اللي فات مصطفى كان يعني كان عنده المليح وعلى التجربه انا شخصيا شريت عليه وبزاف ديال الاصدقاء شراو عليه هنا كاين في منصر في مولاريس غادي نوريكم فين كاين بالضبط في الفيديو وغادي نخليكم حتى نمره التليفون ديالو ولكن هذا العام يلا دخلنا باقي ما عرفناش شنو كاين غادي نبداو نشوفوا حولي بحولي ويقول لنا سي مصطفى سي مصطفى مثلا هذا شحال داير؟ هذا 560000 560000 560000 فرنك هذا ماشي سردي ياك مصطفى لا ماشي سردي بسم الله ايه هذا اخويا مصطفى هذا 630 زيد هنا 630 630 شد معايا اخويا مصطفى شد طلقوا ربط راسه ستمية وثلاثين ألف فرنك حولي زين ولكن الثمن انتم اللي غادي تحكموا عليه مشاهدينا الكرام حنا ما نقدرش نقول لكم واش الثمن مزيان ولا لا ولكن في حال الحولي تبارك الله الحولي راه مزيان صافي تلقوا اخويا مصطفى نشوفوا شي واحد شي خروف صغير شويه اخويا مصطفى يمكن من جهه اخرى ياك شو شي خروف صغير شويه شي ثمن ناقص كاين ناقص هذاك 520 520 ألف فرنك مروان قرب عندي قرب عندك تشد 520 ألف فرنك 520 ألف فرنك خويا مصطفى بالنسبة للخروف الصغير عندك شي حاجة منه ولا والو؟ كان صغير كان هذا ديال الأطلس ديال الأطلس 250 260 270 260 250 270 الثمن 240000 240000 كاين الخروفة كاين الخروفة حتى هي كاينة خروفة راه غنشوفوا نشوفوا شوية الصغير حتى هذا كاين صغير شوية هناك نمشيو عند هذاك بدا مروان بدا مصطفى عنده حتى الحولي الصغير ها هو الميزان الصرندي فيه الميزان ماشي تشوفو هكا صغير تقول هذا شحال داير اخويا؟ هذا 350000 350000 فرنك 3500 درهم 350000 فرنك يا هذا واش تباع ولا شنو طبوا هذا؟ شدو كان بحال هذا صرندي عاود هذا تبارك الله ثلاثمية وثمانين هذا ثلاثمية وثمانين ثلاثمية وثمانين ثلاثمية وثمانين ألف فرنك ثلاثمية ثلاثة آلاف وثمانمية درهم ريح ترانكي ريح ترانكي خسر ندي الدور يجينا هذا 350 هذا 3500 درهم 350 ألف فرنك أتمينة في السرندي 350 ياك 350 ما كاينش قل ما كاينش ناقص عليها 350 الف فرنك تقول له واحد البركه انت هي انت سير مصطفى شوف 150 ياك 150 150 150 350 الف فرنك انا هو تباع خويا تباع هذا تباع باش تباع غنمشيو نشوفوا دابا الحليه خروفه اجي مروان خلود خروفه
نشوفوا الخروفه عند السي مصطفى. هذه هنا شوفوا دابا عند الخروفه. العام اللي فات شريناها لواحد السيد خروفه حتى يقول لي الثمن ونقول لكم شحال شريناها العام اللي فات. تقريبا بحال هذه. شحال هذه يا خويا مصطفى؟ 220. 220 200,000 الاخر البيع ديالها، 200,000 الثمن التالي. 200,000 العام اللي فات شريناها ب 180، يعني اختها تقريبا زايده 20، زايده 200 درهم اللي زايده. يا الله زيد 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 زيد. عندك عندك معليش عندك عندك. إذن هذه هي الخروفه كما كتشوفوا، هذيك اللي هزينا دابا عاد 220، قال لك 220 الف فرنك مصطفى اخر ثمن. العام اللي فات خدتها خديناها لواحد السيد 1800، ولكن الثمن انتم عارفين بان الثمن ديال العام اللي فات راه ماشي هو ديال هذا العام. نسبه 160 170 الف. كاين هذه السرنديه دوريجين، وخا السرنديه دوريجين هذه وخا ما يبغيش يدبي حيد ديالها يكسبها يدي بها كما نقولوا الصيت. هادو راهم دياولين تاع الكسيبه ديالها، تاع الكسيبه هادو. كل وحده وثمنها هذوك هنا، كل واحد الثمن ديالو كان حتى 180,000. من 170 هاك هاك من تما واه من تما واه 200 و ومرحبا بهم. هيا كاينه هذه. ميزان صندية. شحال اخويا مصطفى هذه؟ هذيك اخر كلام 200,000. 200,000 230. بلاتي قدام الكاميرا باش يشوفوها الناس. اجي حدايا مصطفى. اجي هنا. هذه اخر ثمن 200؟ 200,000. 200,000 فرنك. 200,000 فرنك عند مصطفى. كما شفتوا الخروفه كت كاينه، قلت لي شي وحده 180 190. واه كاين هذا الشيء. كاينه. ها هي هذه شحال اخويا مصطفى هذه؟ هذه يا اخويا الجلالي 180. 180 الف فرنك. 1800 درهم. عند مصطفى بمولاريس كما قلنا غادي تلقاو النمره ديالو ديال التليفون على الفيديو، من بعد غادي نصوروا لكم فيديو من برا باش تعرفوا فين كاين خويا مصطفى. مشيو عند ديال الاطلس ياك. وقف مروان بدا مروان تحصلينهم رحشاني. هادو الخرفان ديال الخرفان خنيفره ديال خنيفره. بحال هذا شحال اخويا مصطفى؟ 260. هادو كان 260 270 و 260. جروا شي واحد اخر. زروا شي واحد اخر. ها هو فينا هو. هذا شحال اخويا مصطفى؟ هذا 300,000. هذا 280. 280 اخر كلام كما 280 اخر ثمن كما نقولوا اخر ثمن. شوفوا شويه كبير. راه خويا سمير. راه كبير. راه خويا سمير كبير ما كاين غير لوب مصطفى. هذا الكبير ديال خنيفره. لا انا واني زعما لا ما يتهش هذا. شحال اخويا مصطفى؟ زعما هادو كيما نقولوا رانا نقولوا 470 480 البيع ديالهم. اخر كلام 450,000 الصفا الديفو ما كاين. 450,000. 450,000 فرنك. جيب اخويا سمير زيد. معاك اخويا. اخويا سمير زيد. شوف المباركة شوف. هذا حتى هو قال لك 450,000. انا عند الاخ مصطفى وسمير. السند خروف 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 تني ما كانش خروف خروف شي واحد كبير. كل شيء خرفان هنا. الا لقينا كيهرس السنه الحليب. خروف لا هذيك الباب معليش راه تماك. عجبك هذا الحوني؟ شريتيه ولا؟ ها عجبك؟ نيشان الله يصلح. اذن هذه هي الاسعار ديال الكسيبه عند خويا مصطفى. مصطفى الوجدي هنا بمولاريس. عقلتوا العام اللي فات كنا درنا معاه هنا. انا شخصيا وجد الاصدقاء ديالي دينا عليه من هنا من عند مصطفى. مصطفى يلاه شحال مصطفى باش حطيتي؟ ها؟ شحال باش حطيتي؟ هذه واحد اربع ايام. اربع ايام باش حط مصطفى. الرقم ديال الهاتف غادي تلقاوه على الشاشه في الطريق ديال مولاريس كتطلع غادي المقبره غادي الباريتشينو من برينصار. غادي تلقاو الفيديو كيوريكم الطريق فين كاينه. تحياتنا لكم. وغادي نشرح لهم الشرطه ديال منا. شوفوا 250 غادي نصور لهم من تما فيديو نحطو تما. كاين ديالاش؟ كاين منا 250. 250 همشي نشوفوا ديال 250. دوز من ليها مروان. اجي انت ولدي هذاك مبيوح. لا مبيوح معليش نشوفوا حنا اللي تباع. حسن عاد شوفوا اللي تباع. شحال باش تباع هذا اخويا؟ هذا تباع ب 300,000 فرنك. 300,000 فرنك
اجي هنا خويا مصطفى، اجي هنا اجي هنا اجي هنا كاميرا ليه. 300000 فرنك هذا باش تباع 3000 درهم اخويا الجلالي. 300000 فرنك هذا هذاك 250 260 على حساب اللي باغي. 250 البيع ديالو هذا اخويا الجلالي مروان، هذا 250000 فرنك البيع ديالو. كاين هنا واحد كبير، هذوك تباعوا، هذوك تباعوا. شحال باش تباع هذا اخويا مصطفى؟ هذا تباع ب 430000. 430000 فرنك باش تباع هذه البركه هذا. يا ربي 430. هنا كاين 250 كاين ياك؟ شحال هذا؟ شحال؟ شحال هذاك 240. هذا شحال؟ هذاك 250. 250 ها هو الجلالي، ها هو. هلا هذا البيع ديالو 250. 250000 فرنك. 250000 فرنك. إذن كما قلنا خويا مصطفى الرقم ديالو غادي تلقاوه على الشاشه كيف في الطريق ديال مولاريس، مجرد ما كتوصلوا عند الدخله اللي كاينه عند الجرده ديال باليسار بحال اللي غادي نطلعوا لباريد شينو، غادي تلقاو الطريق مين كيدوز الطوبيس رقم 20 دخلوا ديريكت غادي تلقاو مصطفى الوجه اللي تسقسيو عليه، الارقام ديالو على التليفون. السلعه كما شفنا سلعه زينه، الثمن بحال ديما ما عندي ما نقول لكم في الثمن، كل واحد كيشوف الثمن اللي يسلكو. مرحبا بكم تشوفوا الحولي، الا عجبتو شي حاجه يديها. تحياتنا خويا مصطفى. الله عليك خويا رشيد، الله يحفظك.